وتعزيزا للفكر الظلامي الإرهابي، لم يستطع الشاعر أبو تمام الطائي أن يسلم من سيف إرهابيي جبهة النصرة، فقد تم تدمير تمثاله في جاسم بريف درعا، والذي تم نصبه عام 1982 تخليدا لذكراه. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. لم يسلم صاحب هذا البيت الخالد الشاعر أبو تمام الطائي من سيوف إرهابيي العصر الحديث، حيث طالته مذبحة إرهابيي جبهة النصرة بحق الرموز الفكرية العربية. فقد أقدموا على تفجير تمثاله في قرية جاسم بريف درعا الذي تم نصبه عام 82 تخليدا لذكراه، التي أراد إرهابيو الفكر اليوم محوها. ليست هي المحاكمة الأولى لرموز أنارت التاريخ من قبل إرهابيين فروا من ظلمات التاريخ، فقد سبق أبا تمام رأس تمثال أبي العلاء المعري في معرة النعمان بريف إدلب باعتباره زنديقا، ليرتفع صوت أبي الهول مناشدا كل المنظمات الأممية المعنية بحماية التراث الإنساني العالمي ليحتفظ برأسه بعيدا عن سيوف متطرفين إسلاميين بعد الفتوى التي أطلقها أحد المتطرفين، والتي تنص على وجوب هدم كافة تماثيل الشخصيات المهمة في التاريخ المصري ابتداء من أبي الهول، لأن وجودهم حرام حسب الفتوى. ستحطمون أبو الهول والأهرامات وكل التماثيل الفرعونية وكل الآثار الفرعونية، كل ما كان صنما وتمثالا ووثنا يجب تحطيمه، نحن أو غيرنا يجب علينا تحطيمه. حوادث عديدة تظهر عمق سواد الفكر التكفيري، فمنذ انتشار الجماعات الإرهابية التكفيرية في العالم عمدت إلى إزالة وتدمير كافة التماثيل باعتبارها أصناما، وتدمير رموز حضارات عاشت آلاف السنين، ما يذكر بحادثة هدم حركة طالبان الإرهابية لأكبر تمثال لبوذا في العالم. فكر أكثر من ظلامي ضيق يحمله إرهابيون، يبدأ بتدمير ونبش كل ما هو قيم ويحمل معاني سامية لغيرهم، وينتهي بإعلان حرب على رموز تاريخية فكرية اختصرت حضارات كاملة حسب مثقفين.